الله سلامتكم، مرحبا بكم عندي في قناتي روح المائدة. اليوم جبت لكم حلوة بريستيج، يعني جاتو تاع الفرح، ربي يدومها علينا وعليكم إن شاء الله بعد هذا البلاء إن شاء الله. هذا الحلوة يعني أنا عندي شحال من اللي درت هذا الفيديو، كنت حابة نخليها لكم نهارات الملاح، بصح أنا مكنتش على بالي بلي يكون هذا لو كونفينمون. هذه سيت اون كوموند خدمتها لواحد الأخت، كان عندهم فيونساي تاع بنتهم ولا أختهم ايتو، دونك قصدتني وقالت لي ديري للحلوة، وريت لها بعض الأنواع اللي موالفة نديرهم، عجبتها ومن بعد قالت لي ديريها لي، وأنا جي بروفيتي صورتها وخليتها دو كوتي، قلت يجي نهار وين نوريها لهم، وفوالا سنيتها ولحقنا رمضان. فوالا دونك هذه هي، نمشي على حساب الاحوال اللي قدرهم لنا ربي، بصح قلت ما فيها باس نوريها لكم تصيبوها، مجايين الفراحه مجايين العياد ان شاء الله نتفائلوا خير نصيبوا خير. كيما راك تشوفوا هذه حلوه، سي ان غاتو ساك بريستيج، يعني مخدوم بالشوكولا كيما راك تشوفوا، اون باتا سوكر تاع ماشي تاع دايم، نتاع قلنا هكذا طباق نتاع نقولوا هكذا مواسم برك، يعني فريمون إلي تري تري بو اي بريزونطابل. هنا قسمت لكم حبيبه تشوفوا راهي مختلفه على هذوك اللي محطوطين، باسكو انا هذه امانه تاع الناس، يعني حلوتها ما نقدرش نقسمها لكم. خليت حبيبه تفضلوا لي، درتهم لولادي هكذا ما حبوش لا باتا سوكر، درت لهم هذوك الفيرميسال، اقسمتها لكم، هي مخدومه بحلوه الترك. دونك سي ان تري تري بو غاتو، خدمته في لي زيكول وين قريت، يعني ما كاش دا يعني واحد الصدى ما شاء الله. جوزوا معايا مرحبا بكم. هنا لي ميزور نتفضلوا نديروا العجينه، عندنا رطل نتاع مارغارين الاوشوا، انا خدمت بهذه في لوريال. المهم هذا لا كونتيتي راهي كبيره، انا خدمت لها، هي قصدتني قالت لي خدمي لي 60، بصح هي انا خرجوا لي كثر، اون سي جامي حبه تتكسر. ولادي ثاني على بالي جاتو فيه شوكولا كامل اللي يحبوا، دونك درت شويه زياده. اكو تشوفوا هنا عندي حلوه الترك، هي ترفد كونتيتي تاع حلوه الترك، في 500 غرام ترفد 400 غرام، يعني قريب النص نتاع لا ماكارين، تجي بريسك لو غو تاعها ما شاء الله. فيها زوج حبات بيض، ربع مغارف برك نتاع سكر غلاس، علاش؟ باسكو حلوة التوك هي حلوة ما نكثروش، كاس مايزينا، فوالا. عندنا مام بابا كاين تاع الخميرة، هنا على ما درناش الخميرة باسكو كاينة مايزينا باش ما تتفيزرش، وأنا وجدت كيلو نتاع فارينة مغربل، وجدت كامل بيان سور. درت له لداخل قريصة الملح، واللي يحب يزيد لافاني هذا اختياري، مليح لو كان نقارديو لوكو تاع حلوة الترك. جوزو معايا نبداو بطريقة التحضير، عندنا كيما كامل لي كاتو ساك ولا نامبوغت كال كاتو، نبداو بالمارغارين تكون بيان سور طرية، ورايحة ندير درت ذاك السكر، ربع مغارف سكر كيما شفتو، هذيك حلوة الترك كو فاني تاع الميزان أحسن. باسكو تتفتت وما تبقاش يعني مكركبه، راني نفتحها لداخل فوالا. دونك حاجه سهله، درت هذوك زوج حبات بيض فوالا، دونك ونفرغ داك الكويس نتاع لا مايزينا، يعني عادي حلوه ماشي واعره بزاف، وثان ماشي مكلفه باسكو نقصنا سكر درنا حلوه الترك وتاع الميزان ماشي غاليه. حطيت شويه لافاني، وهنا راك تشوفوا راح نوري لكم نص باكين تاع خميره برك، هذيك مغرف تاع قهوه كحله، عادي نبدا نلم فيها وخلاص. دونك هنا لازم نخدمها مليح مليح باش هذيك حلوه الترك تنفتح ما تبقاش مكركبه، تجيني يجوني هكذا طريفات لداخل، ليه ليه لموها فوالا. دونك هي بالخف تنفتح، ذي تاع الميزان يعني ما شاء الله حلوه الترك فوالا. ومن بعد نبدا نلم بالفارينه، الفارينه انا قلت لكم في هذا الكميه تاع رطل زبده درت حوالي كيلو، انا حطيته وراني نشوف لاباط تشوفوها بدات تتلايم ما تلصقش سيبه، بصح انايا كملت كامل الكيلو اللي كان عندي، دونك تشوفوا عينكم ميزانكم نتوما. هنا نجوزو باش نفتحوها، بيان سور هي انا درتها سو فورم دو كور، انتم تحبوا تبدلوا لا فورم هي هكذا تجي،
فوالا دونك انا شديت لاباط ما درتهاش على ضربه باسكو جاتني كونتيتي الله يبارك، راني نقسم بشويه ونفتح. فوالا دونك جو سو بودغ دو فارين ونحط لاباط. هنا ما نرقوهاش بزاف، نديروها حوالي 1 سنتيمتر، مع تزيد تخمر شويه وتطلع ونزيدوا لها الشوكولا تجي الحبه يعني وافيه الله يبارك تجي ما شاء الله. بيان سور انا تشوفوني نرش شويه فارينه، هادو سي دي زاستوس باش تغلق لي الشقق وتجيني ليس من الفوق وكي طيب تجي مسحونه. وهنايا راك تشوفوا لي موديل تاع لي كور اللي وجدت لكم، انا درت لكم بليزيور كاليتي، نتوما لو مول اللي عجبكم ديرو، كاين لو دغوا، كاين هذاك المايل، كاين هذاك اللي نخدموا به المخبز، انا جي شوازي هذا، يجوا حبات كبار الله يبارك يعني يعمروا العين، وانا سيتون كوموند يعني على حساب دراهمها، دونك درتها لها بالطبع، فوالا حبه تعمر العين. دونك شوفوا لا حبيتو شويه عالي على هكذا زيدوا علو. انا في الاول بديت يعني ما واسيتهمش ما عليتهمش، كاين حبيبات اللي ما عليتهمش يعني جو دير، وعلاش باسكو خفت ما تكفينيش ولا ما ديرليش 60، ومن بعد كي شتها تكفي زدت فوالا دونك زدت عليتهم شويه. هنا كملت كامل لا كونتيتي، انا خرجت لي كتر من 60، قلت لكم توجور ناخذ حذري نتسدفوهم مليح مليح دون زامو دون لي بلاطو هادو كيما راكو تشوفو، ونطيبوهم حوالي 20 دقيقة. شوفوا انايا هاني طيبت وحدة وجبتها لكم، ما نخلوهم يحكموا روحهم فوالا، ويطيبو ليس ويطيبو شبان على يعني على حبة وحدة، ونزيد نكمل نطيب الاخرين. شوفوا والريحة ما شاء الله كي كانوا يطيبو يعني فغيمون تخي تخي بو، وشوفوا شحال جاو ليس من الفوق، يعني كيما قلت لكم لاستيس تاع الفارينة. بيان سور عندنا ان ديكور دو باتا سكر، هذه لا باتا سكر كل واحد زمان كنا نخدمو بلا بات داموند، دوك راهي كاينه لا باتا سكر. انا هذه ماركه تاع الجزائر، وهنا وريت لكم تاع لا تركي، سي لا ميور اون تو لي كا باسكو بنينه ومخدومه بالماشمالو هذاك، مي تاع الجزائر هنا بوجدير هذا خدمها ما شاء الله. راح نحيها من الساشين تاعها، وانا عندي هذيك لا فاني كولورون اون ميم طون غو، رايحه ندير لها شويه، المهم يخرج لي ان كولور بيج باسكو راح نطليهم بالشوكولا، وهي ماذا بيا تجيني دون لو بيج. لا دام لا شوازي هكذا، وباش تخرج لي تري بال كولور بيج ولا كيما يقولوا قهوه حليب، درت شويه كاكاو ليجيرمون كاكاو بخرجت لي هكذا. نتوما تحبوا ديروها غوز، تحبوها ديرو فيغ كيما تحبوا، نغلفها ونخليها يعني نوجدها كي نطليهم نديرها. هنا نجوزو للشوكولا، انا نخدم بلو بون شوكولا يعني ربي شاهد عليا، ان كوموند نخدمها بطبع ولا ما كلاش، مالغري مولاتها ما يشوفني مي سبحانه راهي يشوفني، وانا هاني درتها وتعيا وتشوفها باش خدمتها لها. كيما قال الاخر الواحد كي يدير حاجه للناس يخدمها بطبع صافي مع ربي مع الناس. دونك فوالا كسرت لو شوكولا باش يجيني ساهل باش يذوب، ودرته في الباماغي، زدت لونه من قبل ما نديرو فوق النار شويه ما، وفوالا وجدت لاغري تاعي، ونبدا ندير الشوكولا عادي كيما نطلو بالطليه كيف كيف. فوالا دونك نطلوهم حبه مرختها حتى نكملو الكميه اللي عندنا، ونسيو نخلوه في الباماغي باش ما يعقدناش هذاك الشوكولا، وهذوك الشوك اللي ما قاسهمش شوكولا نزيدهم بالمغرف وخلاص. هنايا بديت نخدم ثاني بون، خليتهم نشفوا ليله كامله الشوكولا، ما لازمش تكون سايله. غد من ذاك فوالا دونك درت هذا لا باتا سكر، نفتحها نعاون روحي بشويه نتاع سكر غلاس، ونحلها ونزيد نطبع دي كور كيما طبعت الحبه تاع العجين كيف كيف. فوالا دونك ونشد نحط بلا ما نلصقها حتى حاجه، باسكو انا ما نكثرلهاش السكر باش تجيني تلصق من التحت وتحط حكم روحها فاسيلمون. نرشقها من واحد الجيه، والكوتي هذاك لاك تشوفوا فيه مايل نخليه، وهذاك الاخر تزيد كي ننقشها سوغ لو كوتي بذاك النقاش الرقيق. هنا اللي ما عندهاش نقاش ما تقدرش ما تساعفش تشد شلطها بارك بكاش حاجه هكذا بقفة تاع الموس ولا دبراسه تخليها كيما حبت هكذاك فوالا. وهذاك الكوتي ما لصقتوش راني نلوي فيه يعني كي شغل تجيني قلبه فوالا، قلبه يعني بور دوني يعني حاجه شابه لهذا
لهذا لي كور تشوفوا حاجه سهله، ان غاتو ساك يولي لكم بالطبع، تقدروا ما تديروه في العرس في البايط، يعني بوركوا با، علاش غير تاع اللوز؟ ولا كل واحد والمستوى تاعو، كل واحد يكسل رجليه على حساب الطاه. المهم درتو حاجه وحمرتو وجهكم وفرحتو بالناس. اللمسه الاخيره كامل مقبل ما نستفولها في البايط وتديه وتاكلوه بالصحه ولهنا، نشدو جو شوكولا. انا هذيك اللي فضلت لي صفيتها ودرتها في لابوش ورايحه ندير ديستري فوق هذيك القلبه. هذا ما كان يعني ان غاتو فاسيل كامل الناس تقدر ديرو وماشي مكلف ثانيت. فوالا، وان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، ومولاتو داتو كلاوه بالصحه ولهنا، وانتو ما راهو جاي العياد ورام جاي الفرح، ان شاء الله ديروه. ونقول لكم الى وصفة ما خير، وتبقوا على خير. الى الملتقى باذن الله، مع السلامة.